يساعد. بيك ستور مدينة فاس. إذا كما كتعرفوا أن بيك ستور كتبدي جميع الأذواق، الكلاس والسبور، كلاسيك سيمي كلاسيك والفاشن. ولكن اليوم صحاب السبور والفاشن أقل ثمن عاوتاني في المغرب. شوف كاين الكابيوش وكاين القبية. اليوم جبنا لكم الكابيوش، اللي كنسمعوا الكابيوش كنعرفوا الكابيوش اللي كانت كدير مثلا بواحد 300-350 دائما، ماشي عندنا، عند الناس. حنا دائما أقل ثمن في المغرب، ومازال مفاجآت اللي قل من هاد الثمن هذا. فين اللي جبتي لي دويلة قلتي لي زوينة عجبات؟ شد هذه هاك، شوف الكابيوش الله يبارك. الدراري ديال فاس لي جون دواقة، أنا نشوف أقل ثمن في المغرب. كنهضر مع الناس اللي كتفهم وكتعرف باللي المونطوني انفيزيبل داير ثمن، ولكن عند بيك ستور بحال هاد القبية اللي لابس أنا. عطيني هاد الحمراء هادي عاوتاني. شو الفاشن، أجي نشوفوا لي بتي ديطاي ديالها. سيور غلاط بالحديدة في الأخر، من الداخل من هنا كنلقى المونطوني انفيزيبل، الخياطة مدوبلة، لي طاي من السمول حتى الدوبل إكس لارج. عطيني أخويا هادي عاوتاني. عشاق السبور وعشاق هاد الدريبل اللي كيسماتشي، غنقول لكم الثمن وغنعلق، ومازال كاين عندنا أقل من هاد الثمن هذا. عندي واحد السويت أصلي 100%، غندير لكم ثمن خيالي. هاد الكابيوش هذا من 200 درهم غدير. راه هادي عاوتاني، هاد الكابيوش هذا صادم، الثمن فيه صادم، اللي هو 99 درهم. هاد الكابيوش، الكابيوش ماشي القبية، كاين القبية وكاين الكابيوش. هذا كابيوش ب 99 درهم. الله الله الله، هذه هي. والاصلي ما تفرقش بيناتهم، والدري اللي كيسماتشي جبد لي لا كونتيتي. راه ما كاينش وحده ولا جوج ولا ثلاثه، كاين لا كونتيتي الحمد لله. ولكن هاد السلعه هادي، يعني ملي كنسمعوا السلعه اللي هي افير، راه ما كتبقاش هاد السلعه هادي. شوف الثوب وشوف لي الطبيعه، 99 درهم عمرها كانت. الكابيش ديال 300 درهم، هادي الكابيش ديال الفاشن اللي الثمن ديالها غالي. شوف شوف الله يبارك، متع عليا الناس ديال فاس، خليهم يشوفوا اجود انواع المنتوجات اقل ثمن. هادي شفناها، زيدني شي موديل مازال ما شفناه. عرفتي اش غادي وجد ليا الموديلات، غنمشيو كاملين نكتشفوا لوكاليزاسيون ديالنا بالنسبه للناس اللي مازال ما عارفينهاش، ونخليو الزبائن ديالنا الكرام يستافدوا ب 99 درهم. الله يبارك، طلق معايا طلق معايا طلق معايا. الله يبارك، حل حل حل. شوف تبارك الله، شوف المونطوني بغيتو تدوخوني 99 درهم. غنمشيو نشوفو دابا اللوكاليزاسيون. اذا حنا فين كنتواجدو؟ كنتواجدو مقابل حديقه ديال الريتس. هذه هي حديقه ديال الريتس، هذا هو بيك ستور اللي بيع الملابس الجاهزه رقم واحد اللي تكسر الاسعار في المغرب. على يدينا اليمين كاينه رونبون ديال شارع محمد الخامس، ميم با واحد 30 متر وكاينه بيك ستور. وعلى يدينا اليسار بطبيعه الحال كاينه مكتبه الفجر كتستنى واحد ثلاثه ديال المتاجر على بيك ستور. اذا ارضاء جميع الاذواق، الناس ديال الكلاس هلينا فيكم، الناس ديال السبور اجيو تشوفوا دابا المفاجأة او القنبلة الكبرى هي هذه. شوف بعد يوم شاق من العمل، كنتي بالكرافاطة ومحزوم وما قادرش، شنو خاصك نمشي؟ تشرب قهوة وتخرج. إذا شنو خاصك؟ خاصك السيرفي الأونسومبل الفوق والتحت. شد شد شد، حيت عندي واحد القنبلة غادي نشاركها مع الزبائن ديالنا الكرام. هذا كادو ليكم، هذه هي الهضرة اللي غنقول لكم أحبكم في الله. خصني نقص لكم الثمن، ماشي مجرد حبر على ورق. اذا من سمول حتى 5 اكس لارج، من سمول حتى 5 اكس لارج، يعني لونسومبل اللي مطلوق من التحت، السروال ديالو ريغولار مطلوق من التحت بالسنيسله ديالو. شد اخويا هذا الكرون تاي بطبيعه الحال، حتى 5 اكس لارج. الناس اللي ما كانتش كتلقى لارتيكل قدها، السروال ريغولار يعني مطلوق من التحت، الجيب بالسلسله، خشي رزقك وسد عليه. شوف الفوق ديالها، شد ليا هنا، والناس طبيعة الحال اللي واكله رزقها حتى هما غيستافدوا من هذا العرض هذا. شوف الكرون طاي راه السروال بوحدو خصك 180 درهم. غندير لكم واحد الثمن غتقولوا ثمن صادم. شد اجي نشوفوا بالكراد ديالها، هذه الكرون طاي من اصغر طاي اللي هي سمول الى حتى 5 اكس لارج، يعني 5 اكس لارج. كل رزقك، ما تخممش في المشاكل، جي حيد حوايجك ولبس ليا اونسومبل وخرج شرب قهيوه. ملي قلت سعيد مهضر عليه بزاف راه باينه غيصدمنا، راه اكثر من الصدمه. 119 درهم، شنو؟
119 درهم. وقيلا بغى يقول 219، لا و 119 درهم لونسومبل. هذا لونسومبل هذا والحمد لله لا كونتيتي فيه، ولكن العرض مستمر لمده يومين. حاولوا ناس فاس، هذه افير يعني، هذه هي الهوته، هذه الهمزه اونسومبل ريغولار بالنسبه للناس الخاتره اللي ما كتبغيش داكشي مجموع من التحت. 119 درهم، 119 درهم. لا صافي 119 درهم بلاتي. هبط شويه نزيد نقص شويه. واه زيد شي فين؟ هبط شويه فين؟ عين قادوس فين؟ اجي نشوفو، اجي نشوفو هذا لي جون، اجيو اللي كيعرفوا هاد لا مارك هادي. وطبعا الاخر بطبيعه الحال عطيني فين اشنو هذا الكحل ديالها؟ اجي راه الكري، اجي اش كدير تما راه ايوا حل هذا. شوف خلي في يدك هذا، شو عينهم مخرجين. شوفوني شحال 1000 ريال 49 درهم من 150 ألف ريال. الثوب غادي نعملو التحاليل قدامي، ولا كان فيه العيب قول لي دابا ما حد الكاميرا خدامه. اصلي هذا اصلي 100%، ركز على هذه عاوتاني، حاول تركز على اصلي 100%. والثوب دوبل فاس صبن وعاود وشحال 49 درهم. سعيد يخلق الحدث والقنبلة دائما بلاتي. هذه بشحال؟ ب 99 درهم. واش عمرك شفتي بحال هذه؟ هذه راه غنلبسها غير المانكا وغنقول لك 300 وغتاخذها وانت كتحل. هذه شحال؟ 99 درهم حتى هي. يلا وهذه 1000 ريال. راني نجيبها 99 درهم. بلاتي راه باقي ما ساليناش. يلا عاد بدينا. يلا لا لا سخنني هاد السيد هذا نطيح الثمن. راه شوف عطيني، جبد لي ديال الفوطه، ولكن ركز ليهم. شوف السويت ديال الفوطه اللي من داخل الفوطه، عطيني السويت ديال الفوطه هو هذا. من بعد ما كان ب 130 درهم السويت بحال هذا. دراري لي جون، الدراري اللي كيسماتش 79 درهم. انا قلت لك اليوم غنهبسوا الثمن، اليوم غنفرحوا كاملين 79 درهم. هذا الكحل هذا فاشن حتى هو ب 79 درهم. وما بيتيهمش المفاجاه، صحيبي هنا عندي واحد لاكونتيتي هادي يعني داكشي تخيليطه هي هذيك وما كتسدش. شوف له شي وحده كتسد. خلينا نكملوا مع الناس هنايا، خلينا نكملوا مع الناس. جبنا لهم لافير، جبنا لهم الهمزه، اجي خذ من هذه الجاكيطه. هاك الجاكيطه هذه افير عشاق الكره المستديره، عشاق المستديره. هذه افير، هذه كادو ديالكم 79. الجاكيطه ب 79 درهم. هذه تبارك الله زيتي اخود، هذه لا زيتي 79 درهم. هاد الجاكيطه هاد الله يبارك بحال هادي. اشوف حتى هي ب 79 درهم. عطيهم هادي حتى هي ب 79 درهم. تبارك الله الخيرات موجوده. بلاتي عطيني عاوتاني هادي. اجي لهاد، هادي مونطوني بالسلسله من 180 ل 130. اليوم شنو 99 درهم عاوتاني. اللوينات عطيني هاد اللون. شوف الخدمة النقية، الكاليتي الطالعة، ولي كليون ديالنا في ديال راه عارفين الثمن الأصلي ديالها. اليوم 99 إلى غاية فوقاش. هادي راه بالجملة ما كايناش ب 99 درهم. هادي مولاها خاسر فيها. شوف تبارك الله طريزة سنيسلة من الداخل مونطوني انفيزيبل سخون 99 درهم. كابوش ديال 250 300 99 درهم. لي طاي كاملين ديسبونيب. زيد أخويا عطيني عاوتاني عشاق لتيموتيف اللي كيبغي عاوتاني البروديه، بغيتي الكرون طاي والبروديه شحال؟ 99 درهم. كاين لا 130 لا 150 اللوينات ديالهم كاملين كاينين. وبالنسبه للجيلي ديال السبور عاوتاني قويله، شاركنا معاكم جيلي كلاسيك، دابا جيلي ديال السبور، جيلي اللي دار ضجه، جيلي خطير جدا بكل ما تحمل الكلمه من معنى. جيلي ديال 350 درهم، هذا راه ماشي داك الجيلي ديال البلاد، غير باش نكونوا متفقين. جيلي عامر من الداخل، الجناب ديالو كيحافظ لك على الدفء ديال الكور ديالك،
كنحيدو له الكابوش الى دعت الضروره وكنردو له الكابوش الى بغينا نلبسو سبور تمام 129 درهم جيلي اي 129 درهم شوف هذا عاوتاني تبارك الله شوف وقيل لا كاليتي راه كتبان واخا اترافيغ لا فيديو راه كتبان لا كاليتي ها انت شي جيلي 129 درهم جيلي اللي كان 300 درهم 129 درهم هذيك حتى هي ولات غير 99 زيد اخويا عطينا لي زونسومبل دابا عطينا لي زونسومبل عرفتي شنو 80 درهم اونسومبل 80 درهم 80 درهم هادو يلاه لبس لي حتى الدراري اللي كيديروا الاي كوميرس لا بغيتو تجيو ديو لافير عاودوا فيها البيع باباسكم ولكن شوف الماكسيموم جوج ديال القطع يعني هاد السولد وهاد البرومو ديسيني للزبائن ديالنا الكرام اصحاب تقسيط ماشي الجمله ما كنبيعوش بالجمله راه هادو لا سعيد لا 149 درهم 149 درهم طبيعه الاخرين هاد 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 149 درهم هذا ديال 200 وي 89 درهم هكذا 149 درهم هذه راه كانت 250 لي كليون ديالنا في ديال اللي كيكونوا ديما معانا راه كيعرفوا الاثمنه ملي كيشوفونا دكدكنا راه كيعرفوا بلي سعيد جا البرومو بدا 149 درهم مختلف الطبيعات الله يبارك حتى الفاشن اونسوم ديال 300 درهم 149 درهم الله يبارك شوف تبارك الله شوف الله باش عرف هاد البضاعه هادي دائما كنقول لكم ماشي فانتسيري وماشي كولور واحد اريفا جديد 79 درهم 149 درهم شحال وصلتي في التصوير 12 اذا هنا كنقول لكم سارعوا حيت هاد البرومو هذا مستمر لمده يومين الا ما جيتيش في هاد اليومين هادي ما تلومنيش لوم راسك نعاودو عاوتاني من السمول حتى ل 5 اكس لارج الناس اللي كتبغي اونسومبل ريغولار مطلوق من التحت هو والفوق ديالو 119 درهم 119 درهم ماشي السروال بوحدو راه السروال كرون طاي قلت لكم بلي كنا كنديروا له 180 درهم علاش حيت هازتو بزاف دابا هو والفوق ديالو 119 درهم اذا هذا جهدي عليكم ناس فاس انا قمت بالدور ديالي دابا قد الدور ديالكم نتوما اجيو في الوقت باش تستافدوا دير متابعه للصفحه باقي العرض مستمر في هادي اش غدير 99 درهم 99 درهم يا بلاش اذا دير متابعه للصفحه باش يوصلك دائما الجديد بارطاجي الفيديو مع اصحابك الا كانوا عزاز عليك باش حتى هما يستافدوا